قتل زعيم حزب الله حسن نصر الله في هجوم للجيش الإسرائيلي على مقر الحزب تحت الأرض في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت مساء أمس الجمعة. لم يعطى فرصة حتى ليشاهد نهاية حرب غزة أو حتى ليعلن النصر على من حاربهم قرابة الأربعة عقود. فجأة وفي قلب الضاحية الجنوبية التي كان يسميها عاصمة المقاومة سقط حسن نصر الله ومن دون أي مقدمات. هنا نحكي لك تفاصيل الضربة الإسرائيلية التي أطاح فيها بأكبر رأس لإيران في المنطقة. 6 مباني بأكملها مسحت عن سطح الأرض بل وما هو تحت سطح الأرض، فالهدف بنظر من نفذ الضربة كان يستحق، وهو أكبر رأس في لبنان ورجل إيران الأول وأكبر أعداء إسرائيل في 40 سنة الأخيرة حسن نصر الله. وبحسب الأخبار كانت الغارة الإسرائيلية نفذتها عدة طائرات في عملية غير مسبوقة على قلب الضاحية الجنوبية، أسفرت على نصف مربع بأكمله، حيث كان يقال إن حسن نصر الله يجتمع مع قادة حزبه أو من تبقى منهم على قيد الحياة أسفل تلك المنطقة التي تم نصفها. خلال الساعات الأولى بعد العملية ظل مصير حسن نصر الله مجهولا، في حين خرجت تصريحات إسرائيلية تقول إن زعيم الحزب تم تصفيته أو إصابته نسبة 90%، في حين أفادت مصادر استخباراتية أمريكية بأن حسن نصر الله لو كان في هذا الاجتماع فلن يخرج حيا بالتأكيد. أما طهران فقد ترددت كثيرا في تأكيد الخبر أو نفيه، لكنها اكتفت بالقول في البداية إنها فقدت الاتصال بالرجل ومن معه. ثم صدرت تصريحات من مسؤوليها تفيد بأن حزب الله يمتلك من الكوادر ما يمكنه تعويض كل من سيتم استهدافه حتى لو كان رجلا بحجم حسن نصر الله. وهذا ما أكده مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني، والذي قال إن المقاومة لديها قادة وكوادر قادرة على قيادة الحزب. كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن المرشد دعا لاجتماع لمجلس الأمن القومي، مما يعني أن طهران بدأت تتحضر. وفي لبنان لم يختلف الحال، حيث أفادت مصادر لبنانية بأنها فقدت الاتصال مع نصر الله، وقالت إن الأرقام الأولى للضحايا تجاوزت العشرات ما بين قتلى وجرحى، واعتبرت العملية واحدة من أكبر العمليات التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية. وفيما رشح من تفاصيل العملية، قامت طائرات F-35 بحمل وزن كبير من قنابل متطورة وذكية، حلقت في سماء بيروت ليلة 27 سبتمبر، وتحديدا على الساعة 6:45 بتوقيت بيروت، وألقت ما في جعبتها من ذخيرة في قلب الضاحية، وكانت نتيجتها قتل كل من طالته هذه الضربة، وقيل إن حسن نصر الله كان من بينهم. واللافت أن العملية تمت بالتزامن مع كلمة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو التي ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولعل هذا كان سببا في اطمئنان نصر الله لكون إسرائيل لن تقوم بتنفيذ أي ضربة بهذا الحجم وقائدها يقف أمام العالم. وما زاد في طمأنة الحزب هي تلك المفاوضات التي كانت تخوضها إسرائيل مع الطرف الإيراني بوساطة أمريكية من أجل التوصل إلى تهدئة في المنطقة. فجأة خرجت مصادر مقربة من نتنياهو قائلة إن الجهود السياسية لم تسفر على أي تقدم، وأن الحلول العسكرية ما زالت هي المطروح، وهذه الحلول لم تكن فقط العملية الكبرى التي استهدفت نصر الله، وإنما ما سبقها وما سيحلق بها. وقبل الحديث عما قد يحلق بها والتداعيات، لابد من الحديث عما سبق والأسباب وعن طريق الذي سلكته إسرائيل للوصول إلى رأس نصر الله، فهي طويلة. وقد سبقت الضربة الكبرى ضربات أخرى طالت قادة الصف الأول والثاني لحزب الله، سواء عبر العملية التي استهدفت قادة كتيبة الرضوان أو ما سبقها مما عرف بضربة البيجر واللاسلكي، بالإضافة لتصفية قياديين في الحزب بدءا من فؤاد شكر مرورا بإبراهيم عقيل ووصولا لإبراهيم القبيسي، ما يعني أن إسرائيل قبل الوصول للرأس مزقت الجسد وأرته تماما. كشفت العملية التي استهدفت زعيم الحزب عن حقيقة أن حزب الله مكشوف تماما أمام إسرائيل ومخترق حتى النخاع، وذلك عبر استخدام إسرائيل للتقنيات الحديثة في التصنت والتتبع، بالإضافة إلى العملاء الذين زرعتهم في الأرض. كما أن الحزب نفسه ساهم في كشف تحركاته أمام إسرائيل، خاصة بعد تدخله القوي في الحرب السورية، فقد سهلت تنقلاته من بيروت إلى دمشق على إسرائيل مهمة المراقبة وجمع المعلومات
إضافة إلى تجنيد العملاء. وهذا يعني أن 13 عاما من تدخل الحزب في سوريا أدت إلى دفعه ثمنا باهظا جدا. كما أكد المحللون، هذا الثمن الكبير سيكون بمثابة بوابة لتغيير قواعد اللعبة. كما أفاد طهران، فما هي اللعبة التي وعدت إيران بتغيير قواعدها؟ فهي تلك الحرب المندلعة منذ عام على غزة، والتي أسفرت عن تدمير القطاع بالكامل وزيادة سقف مطالب إسرائيل بالقضاء على حماس وأي تهديد مستقبلي لإسرائيل. والمقصود هنا بالطبع بقية أذرع إيران في المنطقة الذين دعموا حماس في حربها ضد إسرائيل، وظنوا أيضا أن الدولة العبرية لن تستطيع مواجهتهم مجتمعين. لكن تل أبيب عكست مجرى المياه وشنت حربا على الجميع، فهي لم تتوانى على ضرب مصالح إيران العميقة في المنطقة، كما لم تتهاون في تدمير غزة، والآن توجه ضربات لحزب الله بدءا من أصغر رأس فيه وصولا إلى أكبرها. وهذا ما سيكون له تداعيات كبرى تتناسب مع حجم ضربات إسرائيل. وبالنسبة لهذه التداعيات فقد بدأت من اجتماع المرشد وقادة المجلس الأمني، اجتماع قد يبحث ترتيب اليوم التالي لاغتيال حسن نصر الله أو الإعلان عن اغتياله. وهذا ما يجعل المنطقة على شفير حرب شاملة، إلا في حالة معينة على رأسها أن تكون إيران قد قبضت الثمن مسبقا.